أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من العمق السياسي، والذي نناقش فيه زيارة قائد اللواء الثامن في الفيلق الخامس أحمد العودة إلى العاصمة الأردنية عمان برفقة وفد روسي بهدف التنسيق لطرد الميليشيات الإيرانية من المنطقة وفتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأراضي الأردنية ومحافظة درعا جنوب سوريا. إبراهيم الجباوي عضو هيئة التفاوض السورية أوضح في حديث مع العربي الجديد أن الزيارة جاءت بعد فشل القوات الروسية في إبعاد الميليشيات الإيرانية من المناطق الواقعة قرب الحدود الأردنية. المزيد في التقرير التالي. في الجنوب السوري تجهز روسيا الفيلق الخامس لإدارة المنطقة واستبعاد اللاعب الإيراني في محاولة للحفاظ على مصالحها وضمان عائد استثماراتها، ولعل موسكو ترى في درعا بوابة لتثبيت نفوذها العسكري وخلق منطقة استراتيجية خالصة لها. عضو هيئة التفاوض في المعارضة العميد إبراهيم الجباوي تحدث لموقع العربي الجديد عن وجود تنسيق روسي أردني لطرد الميليشيات الإيرانية من درعا وفتح معبر جابر نصيب الحدودي، تنسيق استدعى زيارة أحمد العودة قائد اللواء الثامن في الفيلق الخامس للعاصمة الأردنية عمان إلى جانب وفد روسي للقاء وزيري الخارجية الروسي والأردني. ويرى الجباوي أن الزيارة جاءت بعد فشل القوات الروسية في إبعاد الميليشيات الإيرانية من المنطقة الحدودية مع إسرائيل والأردن مسافة 80 كيلومتر وفق الاتفاق الموقع بين روسيا وأمريكا عام 2018. من جهة أخرى، تريد موسكو ضمان سلاسة تدفق المساعدات الدولية غير الخاضعة للعقوبات الأمريكية عبر المعابر الشرعية في الجنوب مع تردي الواقع المعيشي هناك وارتفاع أسعار المواد الأساسية كالخبز والمحروقات. أما المخاوف الأردنية جاءت بسبب سيطرة الفرقة الرابعة وميليشيا إيران على معبر نصيب الحدودي وضبط الأردن لكميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها للمملكة ودول الخليج، إضافة لخوفها من تهريب الإرهابيين والأسلحة لأراضيها. المجريات الأخيرة في درعا تزامنت مع تغيير لافت على الساحة السياسية، إذ غيرت روسيا جميع القادة العسكريين المسؤولين عن الجنوب السوري، تزامناً مع وصول جنرال روسي جديد إلى مدينة بصرة الشام معقل اللواء الثامن في الفيلق الخامس، في وقت حصل فيه أعضاء اللجان المركزية في درعا خلال اجتماع مع الروس على تطمينات تخص عودة اللاجئين وحمايتهم، الأمر الذي رفضه أعضاء اللجنة بسبب ازدياد عمليات الاعتقال والاغتيال. ومع وجود ثلاث قوى تتصارع على الجنوب السوري وهي إيران مع حزب الله وروسيا وإسرائيل، يشير ميزان القوى على الأرض لتفوق إيران، حيث أنها تسيطر على مناطق استراتيجية مطلة على الجولان المحتل. بالمقابل تحاول روسيا تغيير المعادلة لصالحها عبر الفيلق الخامس الذي تسعى جاهدة لتعزيز نفوذه في المنطقة. أرحب بضيوف عامر الحوراني ناطق باسم تجمع أحرار حوران من الحدود الأردنية السورية، ومحمد العويد كاتب وصحفي من باريس، وياسر رحيل كاتب وصحفي من إسطنبول. أهلا وسهلا بكم ضيوفي جميعا. سيد عامر، أبدأ معك، كيف يبدو الوضع الأمني بداية في درعا اليوم، وهل من تحركات إضافية أو استنفار للميليشيات الإيرانية أو النظام في هذه المنطقة؟ عامر، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، ربما يعود إلينا عامر في سياق هذه الحلقة. انتقل لضيفي من اسطنبول السيد ياسر رحيل، أهلا وسهلا بك مجددا. ما هي تفاصيل الزيارة التي قام بها أحمد العودة إلى الأردن برفقة الوفد الروسي؟ بداية تحية لك وللسادة المشاهدين جميعا ولضيوفك الكرام. بكل تأكيد، يعني غادر تقريبا الأسبوع الفات أحمد العودة باتجاه الأراضي الأردنية برفقة وفد يعني عدد من القادة أو العسكريين الذين يتبعون للواء الثامن الذي يتبع للفيلق الخامس تحت أمرة روسيا. والحديث كان عن اجتماعات مع الجانب الأردني في ظل الأحداث التي سبقت هذا الاجتماع والتطورات والسيناريوهات التي سبقت هذا الاجتماع، أبرزها كما يعلم الجميع اغتيال أحد قادة المصالحة وأبرز أو أحد قادة اللجنة المشتركة والمفاوضات في درعا القيادي السابق في المعارضة أحمد أدهم أكراد، بالإضافة
إلى مؤتمر اللاجئين الذي تدعو إليه روسيا في دمشق في الأيام القادمة، وأيضا يعني بكل تأكيد التمدد الإيراني الكبير والإغلاق المستمر لحدود نصيب ومعبر نصيب. هذه الأمور بكل تأكيد يعني استدعت الجانب الأردني ومن والدول الأجمع التي توافق على التي وافقت على اتفاقية التسوية قبل عامين في 2018، استدعاء أحمد العودة من أجل وضع سيناريوهات جديدة للجنوب في ظل التصعيد والاختيالات والاعتقالات وأيضا تردي الأوضاع المعيشية في الجنوب. ما هي السيناريوهات المطروحة خلال هذا الاجتماع؟ ماذا طرح في هذا الاجتماع بما يخص الجنوب وبما يخص الوجود الإيراني على وجه التحديد؟ الحديث دائما وابدا يكون يعني ان كان بلباس ان كان حقيقي او وهمي لا اعلم مدى مصداقيه هذا الامر، لكن من ابرز النقاط التي يعني اصبح الكلام عليها وكان الاجماع عليها هو ابعاد وطرد ميليشيات ايران وحزب الله من الجنوب وبالاخص معبر نصيب من اجل فتح للمساعدات الانسانيه التي تحدثت عنها الامم المتحده الاسبوع الماضي. يعني الحديث كان يدور حول معبر نصيب واعاده فتحه. وبكل تاكيد اللاجئين السوريين كون روسيا ايضا يعني كما تحدثت تريد يعني أن تبدأ بملف اللاجئين. نعم يعني لا يوجد شيء يتعلق بالوجود الإيراني ومحاربة الوجود الإيراني وما إلى ذلك. هو أكيد يعني على يعني معبر نصيب سبب إغلاقه الرئيسي معروف للجميع هو تواجد الفرقة الرابعة بشكل كبير داخل المعبر، بالإضافة إلى ميليشيات على الاستيراد الدولي دمشق عمان. هذا الشيء لا يرغب فيه الجانب الأردني نهائيا في ظل انتشار الفوضى والأتاوات وأيضا تهريب المخدرات، حيث يعني كما تفضل تقريركم أطنان من المخدرات قدمت من طيب اسمح لي سيد ياسر. اسمح لي سيد ياسر، بدي أنتقل لضيفي من باريس السيد محمد العويد. سيد محمد، ما هي الأسباب وراء تغيير روسيا جميع القادة العسكريين المسؤولين عن الجنوب السوري وتعيين جنرال جديد مسؤول عنهم؟ كيف تقرأ هذه التغييرات؟ يعني يسمح لي بداية أن أعقب على ما قاله التقرير وما ذكره الزميل ياسر. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. لكن بتقديري أن زيارة العودة إلى الأردن هي زيارة طبيعية بحكم تواجد عائلة العودة أصلا بالأردن، فهو كل يعني فترة لا تتجاوز الأشهر يغادر إلى الأردن لزيارة عائلته، وبالتالي الروس ليسوا بحاجة لاستدعاء العودة إلى الأردن لأنه هو بشكل طبيعي يذهب إلى الأردن. الروس متواجدون في المحافظة في محافظة درعا، وبالتالي اللقاءات يعني شبه دورية مع العودة سواء للتنسيق أو لبعض المطالب. يعني تنفي حضرتك تنفي ما جاء به السيد إبراهيم الجباوي عضو هيئة التفاوض وما تحدث عنه للعربي الجديد؟ نعم بتقديري يعني المعلومات للأسف شحيحة، وبالتالي يعني لا بأس من بعض القراءات، لكن ليس يعني جميعنا نقع بمغالطات، لا أريد أن أخطئ سيادة العميد، لكن بتقديري يعني على الأقل هذه المعلومات التي بين يدي شخصيا، لأنه غادر أصلا الوفد الروسي غادر عمان قبل أن يرى قبل أن يلتقي بالعودة. إضافة إلى نقطة ثالثة أصلا أن الدولة المملكة الأردنية الهاشمية ليست بهذا الوارد على الأقل رسميا أن تلتقي بالموفد الروسي وبالعودة كنظير، وهذه يعني بروتوكولات سياسية، لذلك لم نرى في وسائل الإعلام الأردنية أي حديث عن اللقاء، يعني بقي استنتاجات إذا جاز التعبير. خرج وزير الخارجية الأردني وتحدث عن اللقاء الأردني الروسي وليس موجود العودة. ومن هنا بتقديري يعني إجابة على سؤالك يعني عندما سألت أنه ما هو سبب تغيير الموفد الروسي في محافظة درعا، أيضا هنا يعني أميل إلى أنه هو تغيير طبيعي، بمعنى ربما هذه التغييرات يعني نشهدها كل سنتين في محافظة درعا أو في غيرها، تغييرات القادة العسكرية سواء في الجانب السياسي سواء في الجانب الدولة السورية النظام السوري أو الجانب الروسي، هي تغييرات طبيعية. إضافة إلى أن بعض الرسائل التي أوصلها بعض القادة في حوران إلى قاعدة تحميمين من غياب التجاوب، من غياب يعني ما يطلبونه، وبالتالي قنوات الاستجابة تكون بطيئة جدا. ومن هنا بتقديري جاء هذا التغيير كنوع
من الجانب الروسي ليعرب عن استعداده للتجاوب، استعداده لتحقيق المطالب. ومن هنا شفنا يعني رأينا أو تابعنا جميعا خروج عدد جيد من المعتقلين في المحافظة، بلغ 63. الاجتماع التالي الذي يعني تابعناه جميعا أمس عبر اللجان المركزية والقيادة العسكرية تمهيدا للجنة موحدة في الجنوب السوري، ربما هذه مؤشرات ليرتاح لترتاح الأطراف في الجنوب، في جنوب سوريا، للقبول وبالتالي مساعدة الروسي إذا جاز التعبير للذهاب إلى ما يريد تحقيقه خلال هذه الفترة. لديه استحقاقات ممثلة بمؤتمر اللاجئين كما أشار الزميل ياسر قبل قليل، وأيضا لدينا استحقاق أيضا يعني أكثر أهمية وأبلغ تعقيد وهو انتخابات الرئاسة في شهر نيسان للرئاسة السورية. وبالتالي هذه مجموعة من الرسائل بتقديري يريد الطرف الروسي إرسالها، يستجيب ضمن الإمكانيات وضمن المتاح لحلفائه الأردن والإسرائيلي ومن ضمنهم أبناء الجنوب بتحجيم دور النفوذ الإيراني وتوسعه. لكن يعني هنا دعني أيضا أعلق سريعا على بعجالة المعبر. تفضل بعجالة. تفضل. نعم، بتقديري أن إغلاق المعبر، بتقديري أيضا أن إغلاق المعبر بحسب الإعلام الأردني هو ناتج ليس عن استبدال، يعني ليس المطروح هو استبدال الفرقة الرابعة بقوات أحمد العودة، وهذه أيضا بالبروتوكولات الدولية غير جائزة، بمعنى الأردن لن تطالب بإخراج القوى التي تمثل الدولة من جمارك وجوازات ويعني فروع لإدارات مركزية تتبع لوزارة الزراعة وأحيانا الصحة وتستبدلها بالعودة، هذا فنيا غير ممكن. بتقدير أن الإغلاق جاء يعني بعد مخاوف تصاعد حالة الكورونا في الأردن وتناول المعبر كأحد البوابات المحتملة أن تكون هي وراء ذلك، ولكن شاهدنا أنه تم فتح المعبر عموما بالأيام الماضية ووصلت البضائع حتى إلى الخليج. اسمح لي سيد محمد، مشاهدينا بعد الفاصل، هل سينتهي الخلاف بين درعا والسويداء بانسحاب اللواء الثامن من الجرية؟ أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونناقش في الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم الحديث عن تنسيق أردني روسي لطرد الميليشيات الإيرانية من الجنوب السوري وفتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأراضي الأردنية ومحافظة
درعا. أرحب بضيوفي السيد عامر الحوراني ناطق باسم تجمع أحرار حوران من الحدود الأردنية السورية، والسيد محمد العويد كاتب وصحفي من باريس، والسيد ياسر رحيل كاتب وصحفي يحدثنا من إسطنبول. عامر، دعني أبدأ معك بداية، كيف يبدو المشهد الأمني اليوم في درعا؟ هل يوجد استفزازات أمنية؟ هل يوجد تحركات إضافية من قبل النظام أو الميليشيات الإيرانية؟ الذي يعني حثت عليه الميليشيات الايرانيه والقوى المحليه في محافظه سويداء، وخاصه ممن يدفعون ويدربهم يعني الدفاع الوطني هناك، لم تعد يعني تصدر اي اصوات بعد فشل هذا الهجوم هناك من الجهه الشرقيه لمدينه قصر الشام بدرعا الشرقي. ايضا يعني الاغتيالات المستمره، والتي يعني جميع يعني الأذرع لهذه الاغتيالات وجميع الخيوط تدل على أن الميليشيات الإيرانية هي من تدير عمليات الاغتيال هذه من خلال أفرعها يعني التي تتغلغل داخل الأفرع الأمنية في محافظة درعا، ويعني الميليشيات المحلية التي جندتها خلال يعني العامين الأخيرين منذ سيطرة النظام على محافظة درعا في تموز 2018. هذه الاغتيالات لا تزال في محافظة درعا، لدينا يعني في كل شهر إحصائيات يعني تقارب أن متوسط عمليات اغتيال، هناك عملية اغتيال يوميا تحصل في محافظة درعا، وجميع من يتم استهدافهم إما يعني عناصر داخل النظام، وإما يعني من أجروا التسويات ويعني وقفوا يوما بوجه هذا المشروع الإيراني أو مشروع التشيع كقضاة سابقين في محكمة دار العدل، أو شيوخ يعتلون المنابر وكانوا يعني يوعون الأهالي من خطر هذا يعني المشروع في الجنوب السوري. أيضا يعني التحركات للميليشيات الإيرانية مستمرة في الجنوب السوري من خلال يعني تجنيد العشرات من أبناء المحافظة يعني في الريف الغربي في الريف الشرقي. هناك محاولات مضادة لهذا يعني النوع من خلال يعني الفلق الخامس الذي كان قد يعني أعلن عن دورة تدريبية يعني حاول ضم العديد من أبناء المحافظة لتجنبهم يعني الانضمام لهذه الميليشيات التي تتبع لإيران. نعم عمر، وماذا عن انسحاب ميليشيا الفيلق الخامس من الأراضي الزراعية التابعة لبلدة القرية بعجالة إذا سمحت؟ لم أسمع السؤال. ماذا عن الحديث عن انسحاب الفيلق الخامس أو اللواء الثامن بالتحديد التابع للفيلق الخامس من الأراضي الزراعية التابعة لبلدة القرية بريف السويداء؟ صراحة يعني هناك عدة نقاط ما زالت يعني موجودة للفيلق الخامس في يعني الأراضي الزراعية القريبة من بلدة القرية في ريف السويداء، غرب هذه البلدة وشرق مدينة قصر الشام، وهذه النقاط هي موجودة من في الأساس بسبب يعني العمليات الخطف المتبادلة التي كانت تحصل يعني على طول الحدود هناك بين المحافظتين الجارتين، أيضا للحد من أي تحركات لفصائل قد تقوم بعمليات يعني رد فعل على فشل الهجوم والقتل الذين سقطوا نتيجة الأحداث الأخيرة. ما زالت هناك يعني نقاط موجودة للفيلق الخامس في تلك المحافظة. لم ينسحب الفيلق الخامس؟ نعم ينسحب، لم تصلنا أي معلومات عن هذا. نعم، انتقل لضيفي من اسطنبول السيد ياسر. سيد ياسر، يعني البعض يرى أن النزاع أو الخلاف الذي يحصل اليوم بين السويداء وبين درعا ممثلتان بالميليشيات التي تسيطر على المناطق فيهما هو بذور أو هو أبرز ملامح للصراع الروسي الإيراني في المنطقة في الجنوب السوري تحديدا. ما رأيك بهذا الكلام؟ وهل يمكن أن يشتعل فتيل الحرب بين الطرفين أو النزاع الدموي بين الطرفين بشكل أكبر في الأيام القادمة؟ للأسف يعني دائما المشاكل أو الأحداث التي بتصير يعني بين المدينتين أو المحافظتين درعا والسويداء يقوم في يعني بها فاعلون بشكل متعمد، إن كان النظام في بداية الثورة السورية وحتى حاليا ميليشيات إيران. يعني معروف دائما الميليشيات والأنظمة تقتات على الحروب والصراعات وعلى الفتن بين المدن والقرى والبلدات في نفس المدينة، فما بالك نحن نتكلم عن درعا والسويداء، اختلاف في عديد من الأمور، ويلعب النظام وبالآن ميليشيات إيرانية على النفس الطائفي في المنطقة. لذلك دائما نشاهد حالات خطف، وعند العودة إلى
إلى المتسببين الرئيسيين في هذه الحالات أو القتل العمد أو أي عمليات انتهاك في المنطقة، نشاهد أن هناك إما قوات النظام وأفرعه الأمنية أو حتى ميليشيات إيران التي دخلت من يعني بالقريب في هذا في هذه كما يسموها الفتنة بين الجارتين. والآن نشاهد أيضا الرد من قبل الفيلق أو اللواء الثامن بالذات على هذه الميليشيات وعلى الأفراد الذين يوالون هذه الميليشيات. رأينا يعني هناك كان اشتباكات تقريبا قبل شهر وحتى في شهر ثلاث، يعني الموضوع ليس بجديد، الموضوع تكرر أكثر من مرة في هذا العام بالذات من شهر ثلاث وحتى يومنا هذا كان هناك أكثر من حالة اشتباك، أكثر من حالة اختراق. نحن نتكلم عن اختراق أمني بالقرب من قطع النظام العسكري وأفرعه الأمنية، الشباب يحملون أو مجندين لصالح ميليشيات ما إن كانت إيران أو حتى لروسيا يحملون بنادق ويتجهون باتجاه النقاط الأخرى لأهالي المحافظة الثانية، يقومون بأعمال استفزازية تحت مرأى النظام. يعني في الأحداث الأخيرة التي حصلت كان هناك أكثر من نقطة عسكرية بالقرب من المجموعات التي اشتبكت، لكن لم نرى أي ردة فعل للنظام وميليشياته، بالعكس تماما يعني كانت واقفة على جانب وتنظر إلى الأمر. يعني للأسف يعني النظام مبسوط من ما يجري في المحافظة تمام. وهو ما يريده بالذات، وبكل تأكيد ميليشيات إيران وحتى بعض الشيء روسيا التي دائما كما حدث في شهر ثلاث عند الوصول لأي اتفاق، تعلم يعني المحافظتين يعني يسودهما الجو العشائري، شهدنا في شهر ثلاث كان هناك يعني تقريبا اتفاق صلح عشائري بين المحافظتين، وعند الانتهاء من الصلح قدم وفد روسي ويعني وتصدر المشهد على أساس أنه هو اللي حل المشكلة، ودائما هذا ما تسعى إليه روسيا، اتفاقيات وتسويات وحلالة المشاكل في الجنوب في أي مشكلة أو تمام. أي خرق طيب. دائما تريد أن تكون طيب. ذلك في الجنوب السوري. طيب اسمح لي سيد محمد، سيد ياسر أنتقل للسيد محمد العويد. سيد محمد، يعني السؤال القديم المتجدد دائما، هل تريد روسيا إخراج إيران من المنطقة من الجنوب السوري تحديدا، أم تريد إبقائها كورقة ضغط على جهات محلية أو جهات خارجية مثل إسرائيل على سبيل المثال؟ نعم، يعني هذا السؤال دائما مطروح ودائما يحتاج للبحث والإجابة. بتقديري أن مرحليا على الأقل خلال المرحلة القادمة لن تذهب روسيا في هذا الاتجاه، بمعنى لن تذهب لكسر عظم مع حليفها الاستراتيجي الإيراني، لكنها بالتأكيد هي تساوم المجتمع الغربي عموما والأمريكي تحديدا في للمرحلة القادمة، بمعنى إذا أعطي للروسي ما الضمانات، إذا أعطي للروسي ما يريد، إذا سارت الأمور ضمن توافقات المجتمع الغربي، إعادة أعمار، إعادة اللاجئين، الانتقال إلى وتطبيق القرارات الدولية 22-5-4، بالتأكيد هذا يعني نهاية دور طبيعي للجانب الإيراني، وبالتالي الروسي لن يذهب مجددا لإعادة فرض اللاعب الإيراني ضمن هذه الحالة، بل على العكس لدينا اليوم في المشهد جنوبا في يعني في الجنوب السوري لدينا ما يظهره الجبل، يعني كرة الثلج التي تخفي ما هو في المشهد السوري عموما. التحدي الأبرز ربما للروسي هو في المناطق الساحل السوري وفي شرق سوريا، لدينا سكة القطار التي يعني جرى ويجري الحديث عنها دوما من الجانب الإيراني، والتي ستصل إلى مرفأ اللاذقية والذي أيضا سيطر عليه الإيراني. بالمقابل الروسي استطاع أن يستثمر أو عقد أوراق الاستثمار مع مرفأ طرطوس وقرب قاعدة حميمة، هذا سيشكل خطورة بالغة بالنسبة للروسي، لأنه سيكون عرضة للطيران والهجوم الإسرائيلي، وبالتالي الروسي على المدى الطويل لديه الرغبة ولديه النية بإخراج الإيراني، لكنه بالتأكيد هو يعني دعنا هنا بين هلالين نقول مضطر لهذا اللعب السياسي على أمل الوصول لتسوية نهائية في الملف السوري، لن يكون هو المدافع أو الحامي للتواجد الإيراني.
نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد محمد العويد كاتب وصحفي، كنت معنا من باريس. كما أشكر ضيفي السيد عمر الحوراني ناطق باسم تجمع أحرار حوران، حدثنا من الحدود الأردنية السورية، والسيد ياسر رحيل كاتب وصحفي حدثنا من إسطنبول التركية. شكرا لكم مشاهدينا وعلى طيب المتابعة لحلقة اليوم من العمق السياسي، والتي ناقشنا في محورها الأول انعكاسات نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية على ملف الوجود الإيراني في سوريا، وتحدثنا في محورها الثاني عن التنسيق الروسي الأردني لإزاحة إيران من الجنوب السوري. لكم مني أطيب التمنيات، أنا بشر حاوي ومن فريق العمل، إلى اللقاء.